ما أروع ما أروع وأنفس تلك الوظائف والأدوار التي كلف بها الإسلام العظيم من وراء تشريعاته ومواده ومفاهيمه وأطروحاته المرأة المسلمة. وعند تطبيقها لتلك النظم والقوانين وقيامها بتلك الأدوار والوظائف في وسطها المعاش، تقدم هذه الصالحة العاملة ما يعجز عمالقة الرجال عن تقديمه. فهي الأم وهي الزوجة وهي الأخت وهي البنت وهي المرأة التي لها قرارها الخاص ومساحتها الخاصة وكيانها الرفيع وعزها التليد وأنشطتها التوعوية الإصلاحية ولها مسيرتها التاريخية وكفاحها الجهادي ولها كلمتها عندما تطرح الكلمات ولا يستهان بكلمة هذا العنصر وهذا الكيان، لأن كلمتها من شأنها إعزاز الأسرة وصناعة الأسرة وإعزاز المجتمع وصناعته وإعزاز الأمة وصناعتها. فبها يكمل الدين، فبها يكمل الدين حيث أن الرجل إذا تزوج أكمل نصف دينه. وهذا الدور تدعمه الكثير من النصوص والروايات، ولا يتسع المقام والإضبار لسرد تلك النصوص والروايات الداعمة لهذا الدور. يكفي في تقييمها أن تقول فبها يكمل الدين حيث أن الرجل إذا تزوج أكمل نصف دينه. كافي هذا أو هذه الفقرة أو هذا الدور في بيان علوم مقامها ورفيع شأنها، وأنها مؤسسة من ضمن أضخم مؤسسات الإسلام على الأرض المرأة. واحد بيقول ملانا نحن نفقد ولدا عمره 10 سنوات، سوف يأتي في السياق أن من وراء هذا الذي فقدناه أم صالحة وأب صالح، وسوف أذكر لك بعض أو بعض خصائصه رضوان الله تعالى عليه. زين، وجعل الجنة تحت أقدامها إن هي أنجبت. ربما لا تدخلك الجنة نوافل المغرب والعشاء والصبح والظهرين، ولا يدخلك الجنة عكوفك على قراءة القرآن، ولا يدخلك الجنة تقمص دور أنت لست أهلا له وحاشا من أحد. الجنة تراها بكل أبعادها وبكل سمتها تحت قدمي أمك الصالحة، أن تقبل إحدى قدميها فقد وقفت عند البوابة الرئيسية لجنة وصفها الله في قرآنه عرضها كعرض السماوات والأرض من وراء تقبيل قدمي أمك تلك.
وجعل ثواب رضاها أعظم مقياسا وحجما، وجعل ثواب رضاها أعظم من ثواب رضا الأب. يا الله، ثواب إرضائها بينعم أعظم وأبلغ وأفضل من رضا الأب. أنا أبو وإنت أبو، لكن النبي ما الذي قاله للذي سأله من أبر؟ شو قال النبي؟ أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. بعد قال وجعلها حسنة في الوقت الذي أنت نعمة، وهي حسنة. الأولاد البنات حسنات والأولاد نعمة، وجعلها حسنة يثاب عليها أبويها. وجعل من له بنات ربيهم تربية صالحة يستمدها من مفاهيم القرآن وتعاليم أهل البيت، كان ثوابه الجنة. ورفع عنها تكاليف الأعمال الشاقة وجعل عملها البسيط كالعمل الشاق، وجهادها حسن تبعلها، وبيتها مسجدها، وحملها وولادتها لا يماثله شيء على الإطلاق. وحملها وولادتها لا يماثله شيء على الإطلاق. يسأل أحد الأطباء في مقابلة على الهواء تبث على الهواء، أي الآلام يراها الإنسان هي أصعب الآلام عليه في ظروف مرضية يمر بها؟ البعض تبادر له أنه شنو؟ تلك الأمراض جارنا الله وإياكم منها. ثم يقول ذلك الطبيب له أكثر الآلام غصة، وهي أشد من آلام غصص الموت، آلام الولادة عند المرء. ترى الآلام كالجبال لأنها تريد إخراج روح من روحها، تريد أن تصدر إنساناً إلى الوجود، تريد لذلك الإنسان أن تسمع بكاءه. فإذا سمعت بكاءه هانت تلك الآلام عندها، تنسى الآلام. عندما تقوم الطبيبة بوضع ذلك الطفل في حجمه الصغير على صدر أمه، عندما يتنكر البعض لتاريخ هذه الصالحة ونسي أنها تعبت في حمله وفي إرضاعه وفي تربيته، وأنها تكب أو كابدت المحن والمشقات بكل ضراوتها أو المشقة بكل ضراوتها من أجل صناعته. فلذلك شوف حيحطيك إياها قانون طبيعي، وإن كان الأب فيه من لوعة الفراق وألم المصيبة، أبوه أي أب فاقد، لكن عند الأم لأنه هذا من لحمها ودمها، فتراها أكثر لوعة وألما
عندما يفارقها ابنها. حسين البالغ من العمر 10 سنوات، له حضوره المشرف في هذه المؤسسة، دائما تراه في الصفوف الأمامية يواظب على حضور المأتم من قبل القراءة وينصرف من بعدها، له حضوره المشرف في المسجد. ولد حباب، عندما تقع عيناك عليه وإن لم يكن بينك وبينه صلة وقرابة، تراه بريئا وادعا مؤمنا، على قولتنا احنا مو مال الدنيا، مو مال الدنيا. بس لا مفر من أمر الله، الله أحن وأشفق عليه منك يا أبا، يا أبا حسين، وأمان استرجعها الله منك، لكن من حقك البكاء، من حقك أن تبكي، وأي عاقل منا يمنعك مني أن البكاء رحمة. النبي مكى على إبراهيم، الحسين له الحسين بأبي وأمي، وضع خده على خد ولده، قال بني علي على الدنيا بعدك العفا. أنا ما هيجك، ما من الطبع هيج، والبكاء رحم. إنسان يجلس يقول أنا يا ريت خناس جاية تهنئني في زواجه، تبارك لي زواجه، تفرح وياي أن أنا ملجت عليه أو زوجته، ما حسبت الناس تعزيني عليه. ساعد الله قلب الحسين. ترى أقول لك لولا خروج زينب لمات الحسين عند علي. اي والله يموت. يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب أسحار جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. بعد حنا يا أخويا، كنت السواد لناظري فعليك يبكي الناظر، من شاء بعدك فليموت فعليك كنت أحاضر. يا ابني شقول العم تاك لو سايلا عناك افديتك حلفك بالحسين. يا ابني شقول لعمتك لو سايلت عناك وليلة الحزينة ترتجي ما يسات منك أكبر ينو. يا معفرين
طلعت سكان وزانب وليلة ينذبونا شافا متخضب بدم مغمضة عيانا أكبر يا نور يا ويلي يا ويلي يا ويلي قوم العزيز اشغمض عيناه يا لا لا عن حرة الرمض المدلل قوم يا انشالا أكبر يا نور العهد طلعت هذا بيت والله طلعت تدق براسه وتصيح يا عيني يما يا يما يا يما لأرض المدينة يا عزيزي من يواه يا أكبر يا نور العين يا وين يا وين يا وين يقول أم العطية يوم كتبها القصيدة شاف علي الأكبر في منامه قال له يا عطية أبدحت وأجدت بس أبويا يعتب عليك ليش؟ قال يقول لك أبوي كملها يقول مولى عطية انتبه وكتب هالبيت اللي بقرأ له بعدين رأى الأكبر موجودة بترجمة قال له يا عطية قتلت أبويا يا ابني ذقوم وشوف ابوك حسين ظل واحدة يبكي على ودمعته تجري على خا يلا نعاد أكبر يا نور العار أعطيك رواية وما زحمت رواية إذا كان ينقل أنه منام أنا أعطيك رواية رواية يقول المقرم مقرم أوثق المقاتل يقول طلع الحسين من المدينة في ليلة ذات برق ورع على حصانة تقول سكينة ابنته وكان أبي على ظهر الحصان والريح تلعب في كريمته يقول لكن لحية أبويا كريمته بياض سواد لكن يوم جاب أخويا علي من المعركة وأسنده إلى صدره يقول شفت كريمة أبويا كلها بياض علي شيب أبويا ودنا يا بويا العمتي
زينب أراها خلات شجر حيتر ذايب قال لا يا عقلي مهجتا حجياك فراها لازم بشيلاك للمخيم يا ضي العهد. آه آه بعد يقولون ما فوق هذا البيت وصف، خلاص هذا الوصف ينتهي بعد ماكو وصف، ما يقدر يصور لك شاعر أو أديب مثلها ما يصوره البيت هذا. شال المدلل فاك صدر وللخيم عاد احنا الظهر ويصاح فتنا فقد الاولاد قوم يا ليلى للولاد ويلي عدل له ساد فرت بدهشة تلطم لها مبلدة. يلا عزازة حسين وعزازة كل شهيد وعزازة كل شباب عندك تقول علي راح يا زينب علي راح علي راح يا زينب علي راح بعد علي راح يا زينب يا ابويا من سماع يماك ونيناك ومن شبحات لعند الموت عيناك إلى العشرين ما وصلن سنيناك وحاتفني عليك الدغر لك شر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات وولي الباقيات الصالحات من اجتمعنا لسبب السعيد المتوفى جاء في الأرض عن جنبي أصعد بروحك إليك لقي من عندك مغفرة ورحمة ورضوانا اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على أهله ومن فقده وعلينا في الغابرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين. ادعوا له يا إخوة. اللهم ارحم غربته وآنس وحشته وسكن روعته وأنزل إليه رحمة منك يستغني بها الرحمة من سواك. إلى روحه الطيبة رحم الله من قرأ الفاتحة والإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أجبر الله مصابكم وأحسن الله عزاكم ومسح الله على قلوبكم بالصبر والسلوان. التخريف والمواساة من يسار المنبر إلى البوابة، إلى أرواح موتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح شهدائنا وخدمة المولى، وإلى روح السعيد رحم الله.